حسن روحاني رجل الدين المعتدل الذي انتخب بغالبية 50.6% من الأصوات من الدورة الأولى، وهو الفوز الذي رأى فيه المراقبون عودة للإصلاحيين والمعتدلين إلى الساحة السياسية. وصف انتصاره بأنه انتصار الذكاء والاعتدال على التطرف، وقال أمام الجموع التي احتشدت في إحدى قاعات طهران للاحتفاء به: إن مردم بزرغ، إن مردم شريف، أنا فخور بأن شعب إيران العظيم والشرفاء رأوا أنني أستحق أن أكون رئيسا. لقد أعطوني ثقتهم لكي أبدأ العمل في خدمة الوطن من أجل تحسين حياة الناس ورفاههم والحفاظ على الكرامة والمصالح الوطنية. أشعر بعمق أنني بحاجة إلى مساعدتكم للسير في هذا الاتجاه، أحتاج تعاونكم. به کمک شما نیاز دارم، به حضور شما نیاز دارم، به همکاری شما نیاز دارم. وقد نزل آلاف الإيرانيين إلى الشوارع للتعبير عن فرحهم بنتائج هذه الانتخابات وآمالهم فيما ينتظرونه من الرئيس الجديد، حسب تعبير هذه السيدة الإيرانية: أنا ممتنة لفوز روحاني ولتحالفه مع عارف، وهو ما سمح بالحصول على أصوات الإصلاحيين. أتمنى أن ينجح في الإيفاء بوعوده وفي تحقيق شعاره بإعادة الحكمة والأمل في هذا البلد. الصحافة الإيرانية وصفت فوز روحاني بانتصار الاعتدال على التطرف وانتصار الشعب الإيراني. ردود الفعل الدولية تمحورت في جلها حول الأمل في أن يستجيب روحاني لتطلعات الأسر الدولية وعن الاستعداد للتعامل معه بانفتاح.